جائزة وادنون الوطنية الكبرى للصحافة والإعلام أبرز حدث إعلامي بالمملكة في العشرية الأخيرة. التظاهرة كانت قد انطلقت في العام 2021 في إطار اتفاقية شراكة مبرمة بين فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة إقليمي وادنون ومجلس جهة إقليمي وادنون. التظاهرة الأولى من هذا الحدث الإعلامي الوطني كانت قد نظمت بمدينة إقليمي، نفس الشيء بالنسبة للدورة الثانية التي كانت قد انعقدت في العام 2022. الدورة الثالثة اختيرت لها مدينة أسا، إقليم أسا الزاق الحدودي في العام 2023 في إطار اتفاقية شراكة وتعاون بين فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة إقليمي وادنون والمجلس الإقليمي لأسا الزاق والمجلس الجماعي لأسا ووكالة الجنوب. هذه السنة هذه الدورة الدورة الرابعة ستنعقد بإقليم طنطان في إطار اتفاقية شراكة بين فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة إقليمي وادنون والمجلس الإقليمي لطنطان والمجلس الجماعي لطنطان والمجلس الجماعي للوطية. نعم، هذه التظاهرة الإعلامية يعني هي على شكل تباري في أفضل وأبرز الأعمال والإنجازات الصحفية التي أنجزت حول الأقاليم الجنوبية للمملكة بما فيها جهة إقليمي وادنون. مواضيع التباري تتناول ما يهتم بالتسويق الترابي لهذه الجهات الجنوبية، التعريف بهذه الجهات بمؤهلاتها بخصوصياتها الثقافية والاجتماعية ومقدراتها السياحية والطبيعية ومسار التنمية بهذه الأقاليم الجنوبية، كذلك التعريف يعني بنضالات أبنائها من أجل أمن واستقرار المملكة. الزخم والنجاحات اللي رقمتها التظاهرة الإعلامية الوطنية جعلها محط انظار مجموعة من المهتمين والفاعلين في الشأن الإعلامي سواء من داخل المملكة أو من خارجها. تظاهرة تستضيف سنويا مؤسسات وتنظيمات مهنية من داخل وخارج المملكة. كنا قد استضفنا في تظاهرات سابقة نقابة الصحفيين المصريين، نقابة الصحفيين الموريتانيين، هذه السنة سنستضيف نقابة الصحفيين العراقيين، سنستضيف وفد عن اتحاد الصحفيين العرب وعن اتحاد الصحفيين الأفارقة، وهذا أكيد يبرز أهمية هذا الحدث الذي يفعل بالملموس مفهوم الدبلوماسية الإعلامية. برنامج الدورة الرابعة المزمع تنظيمها بإقليم طنطان في الفترة ما بين 23 و 25 ماي الحالي تتضمن مجموعة من الفقرات والعروض والأنشطة بالإضافة إلى المسابقة الرسمية لأهم الأعمال والإنتاجات الإعلامية الخاصة بالصحفيين المهنيين على الصعيد الوطني والصحفيين المهنيين على الصعيد الجهوي والصحفيين المنتسبين، بالإضافة إلى الجائزة المخصصة لأندية الإعلام بالمؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى جائزة الدورة المخصصة لأفضل الأعمال التي أنجزت حول موسم طنطان بمناسبة الذكرى العشرين لإعادة إحياء هذا الموعد الثقافي التراثي العالمي. كذلك حرصنا على تصدير ندوة وطنية كبرى تتناول موضوع دور الإعلام الوطني في مواكبة رهان المملكة لإنجاح مونديال العام 2030 بمشاركة الجمعية المغربية للصحافة الرياضية وبحضور أسماء إعلامية وازنة ومؤسسات إعلامية على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي وأسماء رياضية قدمت الشيء الكثير للرياضة على صعيد المملكة. بالأكيد تكوين والتأهيل حاضر كذلك في فقرات هذه الدورة من خلال مجموعة من الورشات اللي كتعمل على الرفع من قدرات ومن مهارات المهنيين والمنتسبين لهذا الحقل الإعلامي على صعيد الجهات الجنوبية. أكيد هذا الفقرات غيتوج واحد الحفل كبير اللي من خلاله غيتم تتويج الفائزين وتوقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع تنظيمات مهنية من داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى الاحتفال بمجموعة من الأسماء الإعلامية الوازنة على الصعيد الوطني
وعلى الصعيد الدولي. أكيد حرصنا كذلك على تصدير يعني جولة ميدانية للوفود الإعلامية للوقوف على مظاهر النمو والتطور بالمنطقة والإمكانيات والمؤهلات والخصوصيات السياحية والطبيعية والاقتصادية بإقليم طنطان. أكيد يعني تظاهرة تتطلع إلى نجاحات كبرى في السنوات القادمة واستثمار هذه النجاحات وهذا الزخم الذي حققته هذه التظاهرة التي باتت تنظم بالتناوب بين أقاليم الجهة والأقاليم الجنوبية إعمالا لمبدأ التناوب الذي أقرته هذه التظاهرة الدولية.